يوم تفكر في المستقبل أهم شيء إن تفكر فيه هو أهلك وشو مسوين لك، وإن ترد كل الخير اللي هم عاطينك إياه. بعد المدرسة بنتسف الخدمة الوطنية، وبعدها إن شاء الله أسير الجامعة وأدرس في إدارة أعمال وأشتغل في شركة يدي. نشكر على الخير اللي عاطيني إياه. نادر إنك تحصل واحد عمره 17 في الإمارات يشتغل. الشباب المواطنين اللي عمرهم 17 عندهم عدة فرص إنه يفتحون شركات، ولا بعد ما يتخرجون يحصلون موظفة زينة. وايد مشهورة. مندي من اليمن، مندي دياي، ودوم يحطون وياها روب صحاوي خضراء. الحمد لله أهلي ربوني بأحسن تربية، ودوم حطوا الدين أول شيء. يوم أطير الدرون أحس بالحرية والصفاء، وأقدر أن أشوف العالم من منظور طير. هل المعلومة أن دبي انبنت على النفط غير صحيحة؟ لأن أول شيء دبي ما كان عندها وايد نفط، ودبي الحين معتمدة على السياحة وعلى التجارة. أحب دبي لأن فيها ناس من كل أنحاء العالم، كلهم عايشين ويشتغلون، كلهم في أمان.